البيض المومنت يا باشمهندسين، أول حاجة هحسب عندي الهنج، الهنج المومنت عنده بكام؟ زيرو. هحسب عند النقطة دي عند آخر العمود، هيبقى بالنسبة لي 8 في 5.5. 8 في 5.5 بكام؟ ب44. دي لسه بره، يبقى المومنت هيبقى بره، يبقى ادي عندي كام؟ ب44 طن متر. والإشارة صفر. تمام؟ هحسب المومنت هنا مش مهندسين، أحسن لي أحسبه من الشمال، هيبقى 5 في 2 ب10 طن. 10 طن متر. تمام؟ يبقى ده بالنسبة لي البند المومنت على الكانتيليفر وعلى المنبر الرأسي. طب بالنسبة للمنبر المايل هيبقى عندي عند الرولر، عند الرولر يا باشمهندس المومنت بكام؟ المومنت بزيرو. طيب عندي هنا، عندي تحت ال 10 طن دي، هيبقى بالنسبة لي ايه اللي هيعمل عزل؟ ال 10 طن دي وال 8 طن دي، لو انا بحسب من اليمين. تعريف العزم كان قوة رأسية في المسافة الأفقية، أحسن لي إني أجيب المتحلل وأضرب في المنبر المائي، يبقى عندي قوة رأسية في المسافة الأفقية هتديني العزم عند النقطة دي، يبقى اللي هيعمل لي عزم اتفقنا إن 10 و8 هما اللي هيعملوا لي عزم عند النقطة دي، 10 في المسافة كام؟ في المسافة 3، وال8 يا باشمهندسين في المسافة كام؟ بص هنا يا باشمهندسين ال 10 دي، تمام؟ ال 10 دي على مسافة كام من هنا؟ على مسافة 3 متر من هنا، 3 متر من هنا، برضه بالنسبة لي هتبقى مقسمة لي المسافة دي، المسافة دي هتبقى نص المسافة دي، زي ما هي قسمت دي 3 متر ب 3 متر، هتبقى بالنسبة لي دي المسافة دي نص المسافة. المسافة دي يا باشمهندسين، المسافة دي تبقى عبارة عن 4.5، ودي بالنسبة لي نص المسافة اللي هي كام؟ 2.25، تبقى 8 في 2.25 طن متر. 30 ناقص 8 في 2.25 هيديني 12 طن متر، ووصل ما بينهم بإيه؟ بخط. طيب النقطة دي، النقطة دي ممكن أحسبها من اليمين وممكن أحسبها بالشمال. لو أنا حسبتها من اليمين هتساوي إيه؟ هتساوي 10 في 6 زائد 10 في 3 ناقص 8 في 4.5. تمام يا باشمهندسين؟ ادي 10 في 3 زائد 10 في 6 ناقص 8 في 4.5، هيديني الرقم ده 54 طن متر. العزم هنا يا باشمهندسين 54 طن متر، جبته عن طريق 10 في 6 زائد 10 في 3 ناقص 8 في 4.5، واروح موصل الخط ده بالخط ده. لاحظ ان حصل هنا كسره يا باشمهندسين، الكسره اللي حصلت هنا بسبب وجود 10 طن اللي هو كونسنتريتد جروب. طيب والاشاره هتبقى سالب لان انا فوق في المبنى، تمام؟ طيب لو انا عاوز اجيبها بطريقه ثانيه من اتزان الجوينت، دي عباره عن الجوينت دي يا باشمهندسين، عملتها حطيتها هنا، تمام؟ انا عندي العزم هنا كام؟ 10 طن متر، وهنا 44 طن متر، عشان يحصل اتزان الجوينت لازم السميشن بتاعهم كله يطلع صح، فيقابلها هنا عزم قيمته 54 طن متر. شكرا يا باشمهندسين.